السلام عليكم، نرجع تاني نعرف وحدات جديدة للطاقة. الوحدة الجديدة اللي بدنا نعرفها بنسميها ستيفن كبراتش. ستيفن كبراتش اللي هو لاعب أولمبي، هذا عداء يعني مشارك فاز بالميدالية الذهبية في الماراثون في 2012. الآن احنا بجيبه لأنه هو يعني مسافة الماراثون تقريبا 42 وشوية كيلومتر الموجود عندنا. الآن هذا قطع المسافة في 2 ساعة و8 دقائق وثانية واحدة. الآن خلال المسيرة هذه أو خلال هذا السباق، ستيفن استهلك 2.84 كيلو وات أور، يعني تقريبا وحدة هيومن يونت، 1 هيومن يونت اللي هي بوينت بالضبط 0.98 هيومن يونت. الآن هذه اللي استهلكها بالساعتين وثمان دقائق وثانية، هذه الطاقة بتكفي الإنسان 24 ساعة، هو استهلكها بساعتين، بتقريبا ساعتين جري. الآن لو قلنا assuming Stephen expanded energy at a constant rate، يعني هو استهلاكه للطاقة كان معدل ثابت، فبنقول ال average power، بنقسم هذه على الساعات، بتطلع عندنا تقريبا 1.33 كيلو وات معدل استهلاكه بالساعة، 1.33 كيلو وات الموجود عندنا. الآن الـ power output of a regular human in rest يعني is about 0.1 كيلو وات. يعني لما نطلع عليها الإنسان الطبيعي المعدل تبعه لاستهلاكه يعني الطاقة اللي عنده اللي بتطلع منه، اللي هي القوة اللي بتطلع منه، معدل استهلاك الطاقة اللي هي 0.1 كيلو وات أور. يعني هو تقريبا 13 وشوية من معدل إنسان الطبيعي. الآن let us use this his power performance and call it a Stephen unit. نسميها هذا Stephen unit اللي عندي. The human body is incredibly efficient at producing power from the chemical energy it receives through food intake. يعني الإنسان بشكل طب عام يعني معدل الطاقة اللي بحولها من كيميائية أو لطاقة حرارية أو لطاقة حركة، هي معدل يعني ذو كفاءة عالية. الآن قديش درجة الكفاءة بنيجي نطلع. طيب لو هذه الطاقة اللي أطلعها ستيفن لو بدي يستردها، ايش بده، كم همبرجر بدي ياكل ليستردها. الان بنشوف ان احنا جاست 5 يعني من هل هي 1 25، بنلاقيها 5 همبرجرات كافية بشكل كبير ليستهلك ليسترد الطاقة اللي حرقها في خلال الجري. يعني بشكل عام انه مش هش يعني يعوض الطاقة اللي فاقدة بسهولة جدا، وهذا من رحمة الله بخلقه، انك انت ممكن تستهلك طاقة الانسان بيستهلكها في سواء في العمل في اي حاجة بدها مجهود جبار، اللي بتستخدمها في يوم او يومين تستهلكها بساعتين ثلاثة، في نفس الوقت بتستردها في وجبة دسمة، فبتعوض الطاقة اللي راحت منك في هذا المجهود. الآن لما نيجي نتكلم على الستيفن يونت وقارنها بحاجات تانية، يعني بسيارات، بإير كونديشن، بهيتر، بكمبيوتر، بنلاحظ مثلا نيسان ليف، هذه سيارة كهربائية with a motor that produce 80 كيلو وات of power، هذه بتساوي تقريبا 60 ستيفن باور يونتس، لأنك بتقسم هذه على 1.33 بتعطيني إيش ال 60 باور يونت. الآن لو عندي سنتر اير كونديشنر كونسوم اللي هو مركزي، عندي بتاخذ 5 كيلو وات، هذه بتساوي تقريبا 4 ستيفن باور يونت لما نقسمها.
الحين لو عندي وحدة الكتريك هيتر اللي هي دفاية كهربائية، هذه بتاخذ تقريبا 1.5 كيلو وات اللي عندي، فهذه بتساوي تقريبا اكثر شوية من الستيفن يونت، لان الستيفن 1.33 بضل عندي جزء شوية. الان لو جيت للكمبيوتر، الكمبيوتر بيستهلك الديسك توب بيستهلك 0.12 كيلو وات اوف الكتريك باور. هذه عشان اوصل للستيفن هذا بدي 11 كمبيوتر، يعني ستيفن القوه اللي بيعملها اوتبوتنج بتكفي ل 11 كمبيوتر بشكل عام. طيب ناخذ بريك ونرجع نتكلم على الانرجي كونفرجنس. يعطيكم العافيه يا شباب.